في خطوة ملفتة لاقت استحسان الجميع، تفاجأ عدد من المارة في أحد شوارع مدينة تعز وهم يرون محافظ المحافظة شوقي أحمد هايل وهو يقوم بتنظيم حركة السير. وقد نشر ناشطون وتداولت مواقع إلكترونية الصور التقطها أحد المارة ويظهر فيها المحافظ شوقي وهو يقوم بتنظيم حركة السير في جولة النقطة الرابعة التي تشهد ازدحام شديد، كما وتظهر الصور محافظ تعز وهو يراقب ويتابع عن قرب الحركة المرورية ويقوم بإعطاء الإرشادات والتوجيهات للسائقين، وهي خطوة لاقت ارتياح المواطنين وأبناء المحافظة على وجه الخصوص. وكان محافظ تعز قد شدد على قيادة شرطة السير بالمحافظة مضاعفة جهودها في تنظيم الحركة والعمل على تخفيف الازدحامات المرورية الخانقة في بعض شوارع المدينة وتطبيق النظام والقانون على المخالفين.